السلام عليكم شباب. نستعرض لكم الشحنة اللي وصلتنا رقم 133 اللي جبناها من موقع أمازون وإي باي وعلي إكسبرس. طبعا أحب أوضح لكم خدمات مع الشركة مالتنا اللي ما يعرف. إحنا شغلنا شراء وشحن البضائع من خارج العراق، نجيبها لداخل العراق وعندنا توصيل كل المحافظات. إحنا شركة شحن، فعندنا مواقع، طبعا هواي مواقع نتعامل وياها. إحنا شنو شغلنا؟ نشتري غراض طبعا حسب الطلب، يعني هذين الغراض مو معروضات للبيع، نشتري غراض حسب الطلب للزبائن ومن موقع أمازون، إي باي، علي إكسبرس، أي مواقع ثانية نشتريها وننقلها للعراق حسب الطلب مال الزبائن، يعني هذولا. فهذين الغراض اللي جاي تشوفوها بالفيديو هذين ما معروضات للبيع. طبعا فترة النقل تتراوح من شهر إلى شهر ونص تقريبا، لأن بالفترة الأخيرة جاي يصير تأخيرات بالجمارك، وأكو ضمان وتأمينات على النقل في حال لا سمح الله صار شيء على الغراض، ترجع لكم فلوسكم. طريقة الطلب انه ترسل لنا جزء من المبلغ مقدم والباقي يكون عند الاستلام بيد السائق يعني. واي شيء يعني اي سؤال او استفسار عندك تواصل ويانا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نكمل وياك الطلب. طبعا نعطيك الاسعار كاملة ويا الشحن والجمارك اللي ياخذوها بالمطار، فنعطيك السعر كامل. في حال عجبك السعر تتفق ويا شباب بالصفحة بالرسائل على باقي التفاصيل مثل شلون تدز المقدم وكذا. طبعا نعتذر منكم مقدما لان الرسائل عندنا كلش هواي فما جاي نلحق نجاوب على رسائل. بالنسبة لهاي الشحنة شوية صار بيها تأخير بسبب الجمارك بأربيل، تقريبا اسبوعين او 3 أسابيع تأخرت، ما اعرف شنو السبب، لكن اجراءات دولة، اجراءات روتينية، مرات الشحنات تتأخر خارج يعني عن قدرتنا. فنعتذر كلش هواي من زبائننا الاعزاء اللي طلبوا. فراح ان شاء الله راح نتواصل وياكم على مود تستلمون بضاعتكم. وهذا الفيديو مثل ما جاي تشوفون هاي البضاعه اللي واصله، الغراض اللي نقدر نجيبها مثل ما جاي تلاحظون مكملات غذائيه، ملابس، العاب، مواد الكترونيه، قطع غيار، اي شيء نقدر نجيب. والمكملات الغذائيه والاعشاب هذين كلهن اصليه 100% لان مصنوعات داخل امريكا. هنا أنا شغلات مع سيارات، اكو مثل مسقول او ما اعرف حلويات حامضة او هيجي شي، كتب مثل ما جاي تشوفون، اي شي موجود بموقع امازون او اي باي احنا شغلنا نشتري لكم اياه ونجيبه للعراق. اي سؤال او استفسار عندكم كتبونا بالتعليقات او راسلونا على الصفحة. وخلص الفيديو ان شاء الله يعني تعجبكم الخدمات مالتنا، ومع السلامة.